برحب فيكم أصدقائي بحصة جديدة من برنامج مدرستي. هيدا حصة الرياضيات، أنا شمس بعلمكم هيدا المادة. اليوم بحصتنا رح نتابع دراستنا للأشكال، وكمان مرة بدي أذكركم تكونوا جاهزين حتى تكتبوا الأشياء يلي رح نتعلمها على الدفتر بواسطة القلم. أكيد اكتبوا بخط كتير حلو حتى تفهمون بعدين لما ترجعوا لهم، وإذا بدكم تشاركوا قرايبكم، رفقاتكم أو إخواتكم، هيك كمان بتكونوا عم ترجعوا تكررون براسكم وبترسخوا أكتر. ببداية هالحصة خلينا نستمع سوا لأغنية حلوة كتير، ومن بعدها رح نبدأ بدرسنا لليوم. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. White, brown, white. White, brown, white. White, brown. What's next to hide? The color white. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. Chicken, cow, tree. Chicken, cow, tree. Chicken, cow. And the image to be is the image of a tree. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. Circle, triangle, square. Circle, triangle, square. Circle, triangle. And what goes there? The shape of a square. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. 4, 6, 9. 4, 6, 9. 4, 6. And the next on the line is the number 9. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. مثل ما وعدتكم رح نبدأ بدرسنا لليوم. اليوم بعدنا عم نحكي عن solid shapes يلي هن بعكس plain shapes. رح اكتب الكلمة على اللوحة تذكركم فيها. solid shapes. رح ارجع كمان ذكركم بأشكالهم. في عنا سيلندر، في عنا ريكتانجولر بريزم، وعنا كمان كيوب. بيراميد، وآخر شيء عنا سفير. إذن هودي السوليد شيبس اللي عم نشوفهم، أكيد في كتير بعد بس هو يلي نحنا أكتر شي منشوفهم وهو يلي عم نتعلمهم. بدي إياكم تنتبهوا معي لشغلة، إنه السوليد شيبس هن مختلفين عن البلين شيبس. خليني أذكركم بالبلين شيبس: سكوير، سيركل، تريانجل، وركتانجل. اوكي، هيدول بنسميهم بلين شيبس. هلا صرنا نشوف الفرق بين سوليد شيبس والبلين شيبس. بس
انتبهوا كتير كتير منيح. إذا منتطلع على solid shapes بكل واحد منهم منلاقي فيه plane shape. مثلا رح أبدأ من هون، مثلا على cylinder من فوق إذا ببرمو رح لاقي فيه plane shape يلي هي circle. في circle هون إذا برمته رح شوف إنه في circle. هلأ نحن عم نشوفه من الجهة مش من فوق، كرمال هيك عم يبين عنا oval كأنه بيضاوي، لكن هو circle. في plane shape على كل solid shape. إذا منروح على rectangular prism ومنطلع كتير منيح رح نشوف إنه في rectangle. في rectangle او هيك، حتى في عدة rectangles. بتشوفوا انه في plane shape على كل solid shape. اذا رحنا على الكيوب بنشوف انه في هون square يلي هو كمان plane shape. ال plane shape ببين على ال solid shape. في غير سكوير، إذا منبرمو رح نشوف إنه في هون سكوير وتحت وكلهم سكويرز، بس الفيس يلي نحنا هلأ هي قدامنا عم نشوف سكوير يلي هي بلين شيب. إذا منروح على الكون منشوف كأنه في تراينجل، وبذات الوقت إذا منعليه منشوف كأنه في سيركل تحت كمان. السيركل هي بلين شيب، وحتى الاوفل هي بلين شيب، والتراينجل هي بلين شيب. بكل سوليد شيب منلاقي فيه بلين شيب. اذا جينا على البيراميد رح نلاقي، انتو ساعدوني وقولوا لي شو منشوف، اي شيب، اي بلين شيب على البيراميد؟ تراينجل، مزبوط. طلعوا تراينجل، رح ارسمه كمان. شفتوا plane shape على solid shape. واخر شيء في عنا السفير يلي هي كمان منشوف كانه في سيركل، مزبوط كانه في سيركل، بس هي بتكون سفير طابة. شفنا كيف. فاذا صرنا نعرف انه كل solid shapes في عليهم plane shapes، الا ما نلاقي plane shape على كل solid shape. اتفقنا؟ وهلأ رح نجرب نشوف الغراض يلي منلاقيهم من حولنا ونشوف وين منلاقي كمان plane shapes عليهم. أول شي رح نبلش بالهرم. إذا اطلعتوا كتير منيح رح تشوفوا إنه فيه شو هو ال plane shape اللي منلاقيه؟ triangle. وهون كمان في triangle، وهونيك ورا في triangle. إذا منتطلع على الكان يلي منشرب فيه مثل هيدا هيك مثل تنكة بيكون فيها شيء منشرب فيه عصير أو أشياء تانية، كمان هي مثل السيلندر. إذا منبرمها رح نشوف، أنتو ساعدوني شو منشوف هون؟ سيركل. شفنا كيف؟ منشوف سيركل من فوق وسيركل من تحت، كمان السيركل هو plane shape. لما نلعب باسكتبول او باي طابة تانية كمان شو منشوف لنا؟ منشوف سيركل، دائرة، مع انه هي طابة سوليد شيب بس عليها ببين في سيركل يلي هي بلين شيب. واخر صورة معنا هي العلبة. اذا منطلع على هيدي العلبة رح نشوف كمان بلين شيب يلي هو شو؟ ريكتانجل. ريكتانجل مثل هيدا، بلين شيب بقلب السوليد شيب. تذكروا كتير منيح هذا الشيء المهم، انه كل سوليد شيب في عليها بلين شيب. اكتبون عندكم، ارسمون، واتطلعوا على الغرفة اللي انتم موجودين فيها، شو في اغراض، شو هو الشيب تبعهم السوليد شيب، وشو في بقلبه بلين شيب، وكمان سجلوهم حتى تحفظوا درسنا لليوم.
كتير منيح وخليكن معنا للفقرة اللي جاية. وهلأ رح نتابع حصتنا لليوم. أكيد كمان مرة بديكن تكونوا منتبهين لأنه رح نعمل تمارين على اللوح. أول شي رح خبركن عن مريم. مريم كانت عم بتفتش على solid shape ما عنده ولا vertex ولا face. شو هو؟ تتذكروا علمتكن ياه؟ خليني أول شي اكتب the problem على اللوح. مريم was looking for a solid shape with zero vertices and zero faces. خلونا نساعد مريم. مريم عم بتدور. مريم was looking for عم بتدور على solid shape with zero vertices يلي ما عنده ولا قمة vertex and zero faces ما عنده ولا وجهة مسطحة. شو رأيكم؟ شو بنعمل؟ كيف بنساعد مريم؟ تذكروا منيح شو هو الشيب يلي ما عنده أبدا قمة vertex. تذكرتوا؟ هو السفير. السفير شفتوا ما عنده أبدا ولا قمة vertex وما عنده ولا وجهة مسطحة. كرمال هيك رح نقلها أو رح نعطيها let us give her a سفير. خلينا نعطي مريم سفير لأنه هي السفير بتناسب الشكل يلي عم بتفتش عليه مريم. عم بتفتش على شكل ما عنده ولا قمة وما عنده ولا وجهة مسطحة. طيب خلينا نشوف هلأ رامي. رامي was looking for a solid shape with eight vertices and six faces. رامي عم بدور على solid shape يكون عنده 8 قمم ويكون عنده 6 وجهات. تذكروا كتير منيح نحن عديناهن. كم قمة كان عنده الكيوب؟ خلينا نشوف هيدا الكيوب المكعب. خلينا نشوف إذا مزبوط رامي عم بفتش على المكعب. كم قمة؟ خلينا نعدهم 1 2 3 4 ومن تحت 5 6 7 8. مزبوط. لكن لهلأ رامي عم بفتش على الشكل يلي عنده 8 قمم. لهلأ هو المكعب the cube. خلينا نكمل ويكون عنده 6 faces 6 وجهات. خلينا نعد كم فيس عنده الكيوب. 1 2 3 4 5 و6. فإذا مزبوط هو بده الشكل اللي عنده 8 قمم و6 وجهات لكن هو الكيوب. خلينا نعطيه لرامي a cube. خلينا نكتب فإذا هون let us give him a cube. تبعته give her للبنت مريم give him للصبي رامي. طيب خليني اسألكن اذا حدا عم بفتش على كون الكون كم قمة عنده وكم فيس وجهة؟ خلينا نشوف. الكون عنده 1
vertex and one face. إذا إجا رفيقه لرامي مثلا راجي وقالنا بليز عم فتش على شيء بيكون فيه one vertex one face، شو بنقول له؟ رح نعطيه كون، لأنه الكون فيه one vertex يعني قمة واحدة، one face يعني وجهة واحدة. اكتبوا هودي التمارين عندكم واكتبوا الأجوبة وفكروا انتو كمان بالأشكال التانية وخليكن منتبهين لنشوف سوا الفقرة اللي جاية. Cylinder, cube, cone, sphere, pyramid, hexagon. وصلنا سوا لآخر فقرة بحصتنا لليوم. مثل العادة هيدي فقرة الأشغال اليدوية اللي فيها رح نعمل شي بسيط من الكرتون حتى نتذكر شو تعلمنا بحصتنا. واليوم لأنه نحن تعلمنا كيف منعمل كيوب وعنا إيه، رح نعمل بيراميد، وهيدي البيراميد رح نستخدمها حتى تصير سقف للبيت. يعني بصير الكيوب هو البيت وهيدي بتصير هي السقف تبع البيت. اكيد فيكن تكبروها وتصغروها قد ما بدكن انتو، انا عملتها شوي صغيرة بس اكيد بقدر ارجع اعملها كبيرة قد ما بدي، او اذا بدي صغيرها اكتر كمان بقدر اعملها. اوكي رح اعلمكن كيف. اول شي رح نرجع نستخدم المربع يلي استخدمناه من قبل، فيكن تقصوا حيلا مربع على كرتونة بهيدا الشكل، ولازم ترسموه بوسط الكرتون اللي انتو اخترتوه. بهذا الشكل نرسم المربع. بعدين فيكن ترجعوا ترسموا مثلث من كل جهة، يعني فيكن تطوي الكرتونة وتعملوا مثلث. كأنه رسمت أنا بيت، بس هيدا المثلث بدي ارسمه من كل الجوانب. يعني من نفس الطريقة رح أعمل هون على كل الجوانب. شفتوا كيف عم حط على كل جانب مثلث؟ ونفس الشيء رح اعمل على كلهم، برجع بوصل الخطوط ببعضها. وهلا كمان في هون هيك شقفه صغيره دائما لازم زيدها لحتى اقدر قص ولزقها. بيصير عندي هيدا الرسمة مثل هيدا يلي أنا قصتها هون، ومن بعدها رح صير ارجع اطويها بهيدا الشكل. وأكيد دايما الشقفة الزيادة من الكرتون بستخدمها حتى أعلق الوجهات ببعضهم بهيدا الشكل. انا عم بستعمل تلزيق المعجونة، بس انتو فيكن تستعملوا تلزيق يلي بتحبوه يلي متوفر عندكم. ولما لزقها رح يصير عندي مثل البيراميد بس صغير، مثل ما قلت لكم انا اليوم هيك حبيت اعمله صغير تيطلع على القد ويصير يشبه البيت بهيدي الطريقة.
لكن انتو فيكن تكبروه قد ما بتكون وتزغروه قد ما بتكون وبتنطروه تينشف التلزيق، لانه مرات بده شوي وقت. عملوا هيدي الفكرة عندكن بالورقة وبالكرتون، وتذكروا انه solid shapes دايما في عليهم plain shape، الكيوب في عليه سكوير مثل ما عم نشوف هون، والبيراميد في عليه تراينجل مثل ما عم نشوف هون ومثل ما عملناه هون. وهلا يا اصدقائي صار الوقت حتى ودعكم، هيدي نهايه حصتنا لليوم. هلا رح اترككم مع اغنيه حلوه كثير تسمعوها، ومن بعدها ودعكم وبقلكم الى اللقاء. Up numbers two or more equals the total or the sum. Adding one plus one equals to the sum. Adding two plus two equals four the sum. Adding three plus three equals six the sum. Adding four plus four equals eight the sum. Adding five plus five equals ten the sum. Adding up numbers two or more in all the total or the sum. Adding six plus six and the total is 12. Adding seven plus seven, the total is 14. Adding eight plus eight and the total is 16. Adding nine plus nine and the total is 18. Adding 10 plus 10 and the total is 20. Adding up numbers two or more equals the total or the sum. Adding up numbers two or more equals the total or the sum. Adding up numbers two or more in all the total or the sum. Adding up numbers two or more.